أجواء ملاعب أمريكا اللاتينية تنتقل هنا في نادي إبداع مخيم الدهيشة ببيت لحم، حيث تتحضر هذه المجموعة الشبابية من بيت جالا وبيت لحم لمتابعة وتشجيع فريق بلستينو بطل الدوري التشيلي. الفريق بلش في 1920، لكن الجالية الفلسطينية كررت بس بعد النكبة أنه يصير في عندك فريق بروفيشنال، عشان بدل إشي اسمه فلسطين، اسم فلسطين على الأخبار وفي التشيلي في شكل عام. يفخرون بهذا الفريق الذي سبق وفاز بالدوري التشيلي أكثر من مرة، وها هو العلم الفلسطيني يرفرف في المدرجات وعلى شاشات فضاء أمريكا اللاتينية والعالم، وهنا يتفاعلون مع المباراة القادمة إلى شاشة عبر الإنترنت بما لا يختلف عن التفاعل من المدرجات، فصيحات الاستهجان والاحتجاج والإعجاب تملأ المكان لفريق حمل همة وهوية وطن في الشتات. سبب أنه ممثل الرياضة العالمية أو الممثل العالمي للرياضة الفلسطينية، هو فلسطيني المنشأ وهو فلسطيني الاتجاه وأيضا هو فلسطيني الراعي. يكفي اليوم أنه على استاد سانتا لاورو ارتفع العلم الفلسطيني بحجم كبير وأكد على الهوية الفلسطينية لهذا الفريق. أنا لم تفتني أي مباراة وكنت الرقم واحد وكنت من على مدار 22 عام. العشق والانتماء للفريق يتوج بفرحة فوز يطير ويطرب لها الحضور. باللاتينية بلستينو، بالعربية فلسطيني، عبر كرة القدم عبرت فلسطين القارات. 12 مليون فلسطيني يتابعون هذا الفريق حتى لو كان ذلك عبر الشاشات. محمد اللحام، العربية، من مخيم الدهيشة بيت لحم فلسطين.